غادي نحتاجو كاس ديال سنيدة، بيضة واحدة، غادي نضيفو كاس من الزيت نباتي، وغنضيفو واحد ساشي ديال فاني، وغنديرو كاس ديال الحليب. اقشور ديال حامض، شويه ديال الملحه، ونضيفو معلقه ديال العسل. تقدروا تعوضوها بمربى، ومن بعد غادي نضيفو 9 من المعالق ديال الدقيق يكون رطب، وغادي نستمر في التحريك. غادي نضيفو واحد ساشيه ديال الخميرة الحلوة، ومن بعد غادي من بعد ما خلطنا الخليط غادي نقصو واحد شويه، وغنضيف لهم شويه ديال الكاكاو باش غادي نزينو بها الحلوه من فوق. المهم هانتوما كتشوفو، غادي نديرو نضعو الخليط في اللاطة. انا غادي خديت على الشكل هذا بالمعلقة، تقدرو ديروها في الجلب الحلواني، اللي ما تيعرفش يديرها بالمعلقة يديرها بجلب الحلواني، ياخد الفورمة على هاد الشكل هذا. هانتوما كتلاحظوا داك الخليط اللي نقصنا شويه وزدناه ضفناه شويه الكاكاو، هانتوما كتشوفوا انا كنزين بها فوق الخليط ديال الحلوه. صراحه كتجي رائعه، كتجي زوينه، نتمنى تجربوها، تعجب الوليدات الصغار. ودابا غادي ندخلهم الفرن بدرجة الحرارة 170، ومن بعد ما طابو صراحة دغيا كيطيبو. المهم من بعد غادي نزينوهم بالمربى أو العسل، أنا درت العسل، المهم نتوما اللي بغيتو.